السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس الأوتوكاد. كنا خدنا برضو أمر ريكتانجل، كنا بنرسمه بالطريقة ديت. ولو كنت عايز أعمل حاجة زي خط كده، كنا بنخش على أمر ريكتانجل، خش على شامفر. شامفر بقول له مثلا الأبعاد 500 و500، واختار كده برسم الخط. لي عمل لي زي جانب كده، نعملها تاني. خش على ريكتانجل، خش على شامفر، قول له الديستنس 500، الديستنس التانية 300 مثلا. بعد كده بنرسم الريكتانجل بتاعي، هتلاقي المسافة ديت 500 والمسافة دي 300. طيب لو أنا عاوز برضو أعملها في جنب واحد من أجناب الريكتانجل، يعني لو أخش على شامفر تاني علشان نخليها بصفر، نعمل كده. لو أنا عاوزها في جنب واحد من أجناب المستطيل، ففي الحالة دي أمر شامفر اللي جوه ريكتانجل مش موجود. هو في الحقيقة أصلا أمر فيلت وأمر تشامفر هما أوامر موجودة بره أمر ريكتانجل، بس هي موجودة جوه أمر ريكتانجل للتسهيل والسرعة في استخدام البرنامج، لكن هي في الأساس موجودة بره. هنا هتلاقي فيلت وتشامفر. تشامفر هنا لو فعلناه هنلاقيه شبه فيلت بالظبط، حتى حاطينهم في أيقونة واحدة بالشكل دوت. ونفس القوائم هنا أندو وبوليلاين وديستنس وانجل وتريم وميثود ومالتيبل. هنشرح ايه الفرق. لو اخترنا الديستنس وقلنا له 500 و300، بعد كده نختار الخط الاول ونختار الخط الثاني، لان هو عمل من هنا 500 ومن هنا 300. طب لو عايزها العكس، اختار شامفر الثاني واختصر في الكيبورد سي اتش اي واختار distance وقول له 500 و300 واختار الخط ده الاول، بعد كده الخط ده نلاقيها اتعكست. طيب ايه باقي الاوامر؟ مش على شامفر نلاقي امر undo، طبعا واضح ان هو تراجع عن اخر امر انا عملته. بولي لاين لو فعلناه على اساس ان انا اختار الخط مرة واحدة على أساس إن هو بولي لاين ويعمل لي الأركام بتاعته كلها، يعني لو عندي بوليجون بالشكل دوت وعاوز الأركان تبقى مش حادة بالشكل ده، خش على شامفر. طبعا لاحظوا إن هو اختصاره سي اتش اي. بعد كده نخش على بولي لاين، نختار الديستانس، نقول له الديستانس 500 و300، اختار البوليجون، هلاقيه اتعمل بالشكل دوت بتاعنا ده. لو عايز تعمل شامفر، لان طبعا للبوليجون مفيش امر شامفر زي الريكتانجل، وقلنا الكلام دوت في الحلقة اللي فاتت. طيب دي كل حاجة؟ لا طبعا، لو عندي خط كده وخط تاني كده، لو عاوز امدهم زي امر شامفر زي امر فيلت بالظبط، بفعل امر شامفر وبخش على ديستانس واخليها صفر وصفر، بعد كده بختار الخط الاول وبختار الخط الثاني. طيب في حاجه مهمه جدا، لو الديستانس عندي مثلا قلت ان هي 500 و500، طبعا هختار الخط الاول اختار الخط الثاني، عليها اتعملت كده. بتلاقي ان في انديكيت ان هو يعمل الشامفر بالشكل دوت. طيب لو دوست شيفت هتلاقي ان هو بيوصل الخطين بالشكل دوت. لو دوست شيفت اخترت الامر دوت، تلاقي ان هو وصل الخطين بالشكل دوت. طيب الكلام ده بيمشي مع فليت، مع فليت طبعا بنفس الكيفية. لو عندي
كده two lines، واخترت fillet من هنا وقلت له مثلا radius 500، اخترت الخط الأول، أجي أختار الخط التاني ألاقيه بيعمل لي القوس، لو دوست shift واخترت الخط ألاقيه بيعمله لي بيوصل خطين وبيشيل الزيادة. طيب عندي خط تاني كده، خش على chamfer هتلاقي إن في حاجة اسمها angle. انجل ديت يعني تحط المسافة وزاوية بدل ما تحط مسافتين. ازاي؟ يعني مثلا قلت له 500 والزاوية 60، بعد كده واختار الخط الاول واختار الخط التاني الاقيه عمل لي الخط بالشكل دوت. طيب لو عندنا خطين بالشكل دوت وخط تاني كده، هنيجي نعمل لهم chamfer، نختار الخط الأول ونختار الخط الثاني، نيجي نقيس المسافة دي هنلاقيها طلعت معايا 500. طيب لو جينا نقيس الزاوية، نعمل خط قوس عشان نقيس الزاوية من أنجل، نختار الخط ده ونختار الخط ده هنلاقيها ب30. طيب لو عاوزين الشامفل ده نعمل شامفل جديد، نختار هنا الانجل مثلا 360 الزاوية ب60، نختار الخط الاول نختار الخط التاني، نيجي نقيس نعمل خط تاني كده خطوط عمل بسيطة، نيجي نقيس الديستانس اللي هي دي نلاقيها ب300. طيب لو عاوز أقيس الأنجل هلاقيها ب30 أو ب60 علشان أنا آخر حاجة دخلتها ب60. طيب ماذا لو كان الخطين بالشكل دوت وعملت شامفر واخترت الأنجل أو الميثود، دخلنا على ميثود علشان أختار هي أنجل ولا distance، واختار الانجل واختار الخط الاول واختار الخط الثاني الاقي عمل لي الخط بالشكل دوت. طيب لو دخلت على الديستنس وحبيت اقيس المسافة ديت هلاقيها 1372. طيب لو حبيت اقيس المسافة دي مش هلاقيها طبعا ب300 خالص. ليه؟ لأن الخطين ببساطة دي حالة هندسية، الخطين مش عموديين على بعض، امتدادهم مش عموديين على بعض. تمام، يبقى الحالة دي حالة هندسية. يبقى لو عاوز أعملهم بالشكل ده بختار الخطين يكونوا امتدادهم عموديين على بعض، نخش على chamfer هنلاقي كده خدنا البولي لاين والديستنس والانجل، طبعا الميثود اللي هي بتختار هتشتغل بالديستنس ولا الانجل زي كده. كده عمل لي 500 500. لو اشتغلت على chamfer واخترت الميثود اخترت انجل اخترت الخط الاول والخط الثاني مش هيعملها على 500 500، نعملها تاني chamfer، خش على method، خش على angle ونقول له الانجل مثلا 230 الزاوية، اختار الخط ده اختار الخط دوت. طيب لو اخترنا chamfer واخترنا الميثود والديستانس اخترنا الخط الأول والخط التاني، طبعا كده وضح الفرق لما صغرنا المسافة والزاوية علشان تحسوا بالفرق. طيب باقي الأوامر زي أمر فيلت بالظبط، المالتيبل عشان يفضل شغال معاك. لو عندي لاين تاني كده خش على chamfer، خش على
multiple مثلا واقول له ان الميثود بتاعتي هشتغل بالديستنس طول الخط ده خط ده طول الخط ده خط دوت افضل شغال بالطريقة دي. طبعا دول خطين متوازيين مش هينفع اختارهم، لو اخترت الخط ده وجيت عند الخط التاني هتلاقيه بيقول lines are parallel، parallel يعني متوازيين، مش هينفع يعمل لهم chamfer لكن ينفع يعمل لهم fillet. خش على fillet اختار الخط الاول والخط التاني نلاقيه بيعمل لهم fillet. طيب chamfer طبعا هو تقريبا fillet، ولكن اللي هو بيعمل زي خط كده عند الأركان. نعمل لاين تاني عشان نشوف تريم، نعمل خط تاني كده، خش على تشامفر، خش على تريم، نقول للمرة دي نو تريم، خش نختار ان الميثود بالديستنس، اختار الخط الأول. طبعا الكليك بيقصر لو اخترت هنا غير لما اختار هنا، طبعا ما مسحش الزيادات. ودي كل الفنيات والأجزاء بتاع تشامفر، ونلقاكم في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.